بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معك أحمد عبد التواب أبو مازن. كتير من الشباب كانوا بيسألوا لي على باحث الدايفيرجنز، إزاي هل في معادلة بتعمل باحث للدايفيرجنز؟ أنا كنت قبل كده وضحتها وبوضحها المرة التانية. الآن هو إيه الدايفيرجنز؟ الدايفيرجنز إن السعر عندك بيعمل قاع أقل. مثلا بتكلم على البولش دايفيرجنز، دايفيرجنز في الإيجابي والسلبي وفي الريجولر والهيدن الخفي. أنا بنتكلم هنا على الريجولر، إن السهم أو السعر يعمل قاع أقل من قاع، والمؤشر ار اس اي، ماك دي، سي سي اي، ستوكاستيك، مش مشكلة، يعمل قاع أعلى من قاع، أو السعر يعمل قاعين مزدوجين والمؤشر يعمل قاع اقل من قاع. كده كده في حالة التداول انت لما بيجي لك دايفيرجنز مش بتدخل مباشرة مع الدايفيرجنز، بتستنى مثلا لو في ترند لاين على السعر اتكسر يبقى اشارة دخول. لو مثلا لو انت مثلا في كسر وهمي حصل زي اللي هنا كده، كسر وهمي ورجع محاضرات الكسر الوهمي واعطى، ممكن يعطي فرصة، او ان لو كان في متوسط نازل والسعر طلع فوق المتوسط، دي بتكون اشاره الدخول. الباحث كل اللي عليه بيعطيك الاسهم اللي ظهر فيها الدايفيرجنس، وما عليك الا انك تحطها في قائمه وتتابعها. طيب ازاي نقدر نبرمج الباحث ده كاستراتيجيه فنيه تطلع لنا الفرص؟ هنروح هنا كالعاده على اضافه متابع سوق الاسهم السعودي كمثال. هتروح على ادوات استراتيجيه فنيه، وهنروح هنا هنبرمج الدايفيرجن على اكتر من تايم فريم. هنكتب اول حاجه مثلا دايفيرجن او دايف اسبوعي مثلا، نكتب كده اوكي. وتروح هنا تحط الكود الملصق هنا، هتروح هنا تختار او اختار حاجه هنا اسبوعي تمام. هنختار هنا نقول له انشاء تنسيق شرطي لما تكون القيمه تساوي واحد. ده معناه انا اول حاجه مبرمج الماك دي، يعني انا عاملها لكم هنا هنكتب ماك كده اوكي. اضافه شرط يساوي 2 ار اس اي، يبقى كده لو الماك موجود على ايه، على اي مؤشر تمام. وهوريكم ازاي تضيفوا اي مؤشر انتوا عايزينه. اضافه لما يساوي صفر خلاص، يعني لا توجد نتيجه او لا يوجد دايفيرجنس، فممكن نعمل الوان ويبقى اللون هنا مثلا اسود كامل واسود كده، ونكتب هنا مثلا دايفرجنس. ده الشرط خلاص، ده تنسيق شرطي هنحتاجه مع الوقت نثبته معانا، دايفرجنس كده دن اوكي. طيب هنا انا عامل ايه يا شباب؟ هنا انا كاتب بالماك دي اهو، وفي هنا بال ارس اي. لو انت عايز تحط مؤشر سهم تاني او مؤشر تاني انا اسف، فتروح هنا على ار اس اي وتختار تغير المؤشر اللي انت عايزه من الشكل ده، يعني مثلا عايز سي سي اي ستوكاستيك، فده تغيره من هنا. ده اسبوعي، هنعمل كود تاني كوبي وهنروح نقوله جديد. هل تم حفظ هذه الاضافه؟ هقول له نعم. هقول له انشاء واكتب هنا دايف يومي مثلا تمام. ونيجي هنا واقول له لصق نفس الطريقه، واختار من هنا الربط تنسيق شرطي ودايفيرجنس، واختار هنا يومي يومي مثلا، وادي جديد. هقول له تم حفظ، نعم، انشاء كتابة، ونكتب هنا دايف مثلا نص ساعة، نصف ساعة مثلا. خلاص انا هكتفي بس بالثلاثة دول، وتقدر تضيف الباقيين لو حبيت تضيف تايم فريم تاني لصق، وتختار هنا دايف ايجابي، موافق، اضافة. هروح هنا بس عشان للتنسيق بس نخفي الاعمدة اللي كالعادة ما هيش لازمة. دبل كليك دبل كليك، لما بتضغط مرتين هنا بتختفي طلب تغيير الاتجاه حجم اخر مثلا كده اوكي. الان انا طلعت عندي الحاجات دي بالشكل ده، اللي عليه ده في ايه اسبوعي او زي ده مثلا الار اس اي ماك دي، يعني ده البحر الاحمر. لو ده دبل كليك كده هتلاحظ هنا ضفنا الار اس اي، هذا الار اس اي، لاحظ هنا قاعان متساويه، والار اس اي بدا يعمل قاع اعلى من قاع. هذا الار اس اي انا مسخر الاعداد ومكبره، يعني عامل اعداد للشورت تيرم قوي، وعدد الفريم اللي مدة اطول نص ساعة مفيش. ادي المجدي مثلا، تعال نشوف في جاز مثلا، ادي المجد، سوري طبعا السهم من الاسهم فيها سيولة جامدة زي ما انت شايف اهو، واضح الديفيرجن نازل والمجدي طالع.
يبقى انا كده قدرت ابرمج منصه بشكل طبيعي. لو زي ما قلت، لو انت عايز تضيف مؤشر تاني تقدر تضيفه بنفس الطريقه باختصار. اتمنى تكون يفيد الجميع، وان شاء الله اكمل السلسله بحيث يكون منصات او عارفين كتير من المعادلات. ان شاء الله هيكون في ويبينار الاسبوع القادم مجاني على بعض الافكار في برمجه المنصات بشكل احترافي. يعني يشرفني انك تشترك في القناه وتعملوا ريتويت. بالتوفيق ان شاء الله.